إذن مشاهدينا الكرام، للتحليل والمتابعة أكثر والاقتراب من المشهد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. إذن بعد أن أعلنت إدارة الحوار الوطني عن موعد انطلاق الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وأيضا أعلنت وكشفت عن أسماء المنسق العام وهو ضياء رشوان نقيب الصحفيين كمنسق عام للحوار الوطني، بالإضافة إلى أيضا اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرئيس للأمانة الفنية للحوار الوطني. ما هي قراءتك المبدئية للتوقيت وأيضا للحوار في مجمله وسقف توقعاتك أيضا؟ هو طبعا الحوار في مجمله هو شيء مفيد جدا لجمهور الدولة المصرية. احنا شفنا أستاذ جميل الصوت غير واضح، يعني ريت حضرتك تتحرك بالتليفون عشان نقدر نسمع حضرتك كويس. ايوه طبعا في البدايه زي ما بقول لحضرتك ان الحوار الوطني تم بالنسبه للدوله المصريه وهي بدعوه كريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل وضع رؤيه واضحه من كافه التيارات المصريه للمصلحه من اجل الحصول او الوصول الى المصلحه الوطنيه، وان الجمهوريه الجديده تتسع للجميع وبكافة توجهات التيارات المختلفة وكافة القوى السياسية من أجل الجلوس والحوار والتناقش للخروج بالعديد من النقاط الهامة التي تسعى الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة إلى الوصول إليها في كافة المستويات أو على كافة المستويات داخل الدولة، ومن أجل زي ما بقول لحضرتك في البداية الوصول إلى المصلحة الوطنية المصرية مكتملة في إطار خطة أو رؤية الدولة في التنمية الشاملة 2030. طبعا هذه الرؤية رؤية مهمة جدا. أعتقد أن الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين قادر، وهو المنسق العام الذي تم اختياره، هو قادر بالطبع على وضع الرؤى او مناقشه جميع من المفترض ان يبدا في التشاور مع القوى السياسيه المختلفه والنقابيه ايضا وكافه الاطراف التي من المفترض ان تشارك في الحوار الوطني لتشكيل مجلس امناء الحوار الوطني. هنا نود ان ايضا يعني نتحدث عن القواسم المشتركه في هذا الحوار الوطني، وطبعا القاسم المشترك الاول هو مصر والمصلحه الوطنيه العليا. هو القاسم المشترك زي ما حضرتك قلت هي الدوله المصريه، مصلحه نعم. الدوله المصريه، تقدم وازدهار الدوله المصريه، ان الجميع يعمل من اجل المصلحه الوطنيه، كل التيارات داخل الدوله او كل القوى السياسيه تمتلك من الوطنيه قدر كبير جدا، الكل يرى الدوله المصريه الحديثه المتطوره من منظوره، كل طبعا جلوس كل التيارات وكل القوى والمناقشه والمباحثه في هذه الاطار فيتم وضع نقاط او الوصول الى اطروحات تخدم بها الدوله المصريه ويخدم بها المصلحه الوطنيه خلال المرحله القادمه. طبعا الوجود الاستاذ ضياء رشوان هو يمتلك قدر كبير جدا من التواصل مع كافه التيارات السياسيه داخل الدوله المصريه، ويمتلك قدرة قوية على الاستماع والعرض الموضوعات بشكل جيد، فأعتقد أن اختيار طبعا الأستاذ ضياء رشوان هو اختيار متميز في هذا التوقيت، لأنه قادر على استيعاب الجميع أيضا واستيعاب كافة التيارات السياسية. نعم. طبعا الاختيار طبعا الموضوعات وورش العمل التي ستتم، كل ده سيتم طبعا بالتنسيق مع الاستاذ ضياء رشوان والقوى السياسيه والتيارات السياسيه اللي هتبدا في الاجتماعات خلال الفتره. اعتقد انه سيتم البدء فورا من اجل، لان فاضل وقت حوالي 3 اسابيع
من الوصول إلى الحوار الوطني أو بدء الحوار الوطني اللي بالتأكيد سيعود بالنفع على الدولة المصرية، سيعود بالنفع على المصلحة الوطنية المصرية. نعم، والمفتوح أيضا يعني أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة لكل من أراد، وقد تم الإعلان عن يعني بريد إلكتروني وعن أرقام تليفونات، أرقام هاتفية لمن يريد أن يشارك في هذا الحوار الوطني. شكرا جزيلا لك أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا في السادسة.